ولقد أبصرت أمامي كفري فمشيت وعلى الانتحار في النيل قد نويت. بس كيف كيف أستغفر نفسي لست أدري. يا ماما هكا أنا لم أكسب شيئا في الليالي الماضية. غافر ليت أو في بكر والقلوب خالية. لي بخت أسود يا ليته ما كان لي. حظي دايما نيلة لهو النبي لست أدري. لون حظي جنبه الزفت المسيح أبيض. مستحيل يبيض لو جابوله ألف مبيض. ضاع مالي في القمار وبت ليل أعضب في هدومي. كيف ترجع لي فلوسي لست أدري. إن يا بال أرشاد تدعوك. البخت لو مال هتعمل ايه بشاطرتك يا عم يا مراكبي؟ وحياة ابوك جسل المية شوفها لي ساعة ولا لا. ليه عايز تستحمي؟ لا اطلع عاوز اغرق وخايف المية لتكون ساقعة اخد برد. برد قوي احسن لك تروح البيت يا شاطر وتسخن شوية مية وتغرق نفسك في الطش. الحق علي اللي سألته. النهاية اهي موتة وتفوت. ايه ده انت يا شاطرة؟ انت بنت اللي هناك هتعملي في نفسك ايه؟ انت مجنونة يا ابني. عايز اموت نفسي ما تعطلنيش يا ست. وانا هعطلك عن السينما؟ انا هعطلك عن الموت. وانت مالك ومالي؟ انت قريبي؟ انت تعرفني؟ انت ايه؟ انا ملاك بعته ربنا من السماء عشان ينقذك. ملاك؟ بقى في ملاك بق واسع بالشكل ده؟ بقى ده بق ملاك ده؟ الله ما تاخديش بالك من بقي. الا قوليلي انت عاوزه تموتي نفسك ليه؟ علشان ارتاح من بخت الاسود وحظ المهبب. وانت كمان بس اتلم المدعوس على خيب الرجا. اعمل معروف سيبني استريح من غلبي واتخلص من الدنيا. تتخلصي من الدنيا؟ عبيطه ده مفيش اجمل من الدنيا. ميه النيل اللي بتتمايل بتتمايل للدنيا. القمر اللي بيضحك بيضحك للدنيا. العصافير اللي بتزقزق بتزقزق للدنيا. الحمير اللي بتنهق بتنهق للدنيا. إن كنت النهاردة حزينة بكرة تفرحي، وإن كنت جعانة بكرة تشبعي، وإن كنت فقيرة بكرة هتختني. الدنيا يوم لك ويوم عليك، يوم عسل ويوم بصل. برافو أهو كده. خليك عقلة بقى وشيلي من دماغك فكرة الانتحار. العمر مش بعزقة. قول اللهم اخذيك يا شيطان. اللهم اخذيك يا شيطان. أنا متشكرة قوي يا حضر. العفو. أنت خليت الدنيا حليت في عيني. الله يخليك. عن إذنك بقى رايح فين؟ رايح انتحر. الله تنتحر؟ انت يا مجنون ارجع. بقولك ارجع ارجع يا مجنون. من فضلك ما تعطلنيش عشان الموت يبرد في ايدي. سيبيني انتحر واخلص من الدنيا. ازاي ده مفيش اجمل من الدنيا. مية النيل، القمر، العصافير اللي بتزقزق، الحمير اللي بتنهق. يوم عسل ويوم بصل. قول اللهم اخذيك يا شيطان. اللهم اخذيك يا شيطان. الحمد لله بقينا خالصين. طب يلا بينا نمشي بالحتة دي احسن، بعدين نغير رأينا تاني. يلا بينا. اتفضل. أنستينا يا فندم. الله يأنسى. حصل لنا اتفضلي اتفضلي. الحمد لله.
كتر ألف خيرك يا حسن. العفو. إلا أنت اسمك إيه؟ اسمي محظوظ. محظوظ وكنت عايز تنتحر؟ لا، ما أنا محظوظ اسما إنما منحوس فعلا. وبتشتغل إيه؟ بشتغل في الأعمال المسرحية. بتمثل ولا بتغني؟ لا، بفتح ستارة. بس؟ لا، وبقفلها كمان. كنت بفتكرك بتغني ولا بتمثل. ما انا بغني ومثل واقول مونولوجات، انما الله يسامح ابويا بقى. ماله؟ قال اني ما ينفعش، فتسجلت اني ما ينفعش. اسمتي حظ بخت. ده انت بتكره بختك قوي، لازم حصلت لك حادثه فظيعه. فظيعه قوي، عملت جنايه الليله. قتلت حد؟ يا ريت. يا نهارك اسود، امال عملت ايه؟ اختلست فلوس. فلوس مين؟ فلوس بابا. يا شيخ خضتني، ودي فيها ايه؟ مش فلوس ابوك؟ اصلك انت بتقولي كده عشان ما تعرفيش بابا. واختلفت الفلوس دي ازاي؟ هو فاتح بنك؟ لا، فاتح كياس بيشغلني فيه افتح الستارة واقفل. واختلفت قد ايه؟ دول 50 جنيه اداهم لي عشان ادفعهم عربون لواحدة مغنية تشتغل في التياس. وعملت بيهم ايه؟ وقعوا منك؟ ايوه، وحياتك يا اخت، وقعوا مني على ترابيزة قمار في نادي خدني فيه واحد صاحبي، ضحك عليا وقال لي جرب حظك هذا الاسبوع. وجربته؟ جرب، لعبت بالفلوس طار، قلت مفيش غير الانتحار، اغرق نفسي قبل ما يكون ابويا. يا ريته ما سمع المغنيه النحس دي. يا ريته كان سمعني انا وبعتك تتفق معاي. إيه؟ كنت قلت له ان انا اللي خدت ال50 جنيه دول وخلصك من ورطتك. ومن انت بتغني؟ بغني، ده انا مغنيه بريمو بس الحظ ترسو. كروانة خالية شغل، بلبلة مركونة على الرب، يتيمة من الأم ومن الأب، علشان كده كنت هنتحر. بس خلاص، هقدمك لابويا باسم المغنية، وهقول له الأنسة اتفقنا معاها ووصلها ال50 جنيه، على فكرة، أنت اسمك ابتسام. ابتسام؟ لكن أنا اسمي أمال، أنت عايز توديني بداهية؟ ما تخافيش، أصل أبويا ما شافهاش ولا يعرفها. كده، هو سمعها في الراديو من هنا، وقال لي روح اتفق معاها. لا يا اخوي، انا خاف ما يكتشف الحقيقه. اعملي معروف تميمي جميلك، وزي ما انقذتيني من الانتحار انقذي رقبتي من ابويا، ربنا ما يغلب لك رقبه. لكن اما لكنش انا هنتحر. لا لا لا، خلاص يبقى اسمك ابتسام. حاضر، اتفضل. مكتب بابا، خبطي. لا خبط انت. انت ايه، خايفه؟ لا ابدا. طيب هخبط اهو. الله، ما تخبط. ساخبط اهو، ساخبط. ايه يا ماما؟ الله، ايه مالك خايف كده ليه؟ ما تدخل. لا انا مش خايف، هخش. خليك معايا يا رب، استرها يا رب، اسندني يا رب. مين؟ شعاع. يخرب بيتك، وقعت قلبي في رجلي. عاوز ايه يا سي شعاع عفاني؟ عاوز ودنك. اديني ودنك، قرب ودنك. وعاوز ودني ليه؟ اوعى تكون هتقل ادبك وتغني لي. مش انا اللي هغني لك، حظك اللي هيغني لك. اديني ودنك. اهي ودني اهي، بس اوعى تقرمش. حظك هذا الاسبوع عارفه منيل ب60 نيله. التور 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 التور. ايوه بس دي حاجه ملهاش لزوم. وحتودي الدور. لا، دي حاجه لسه ما انكتبتش لحد في التاريخ. ايوه، انما هتتكتب لي ان شاء الله في المحاضر. ستنجح، ستنجح نجاحا رائعا هائلا في مشروع جديد ستقدمه لوالدك. افهم؟ فهمت. طب دي مشكله خير يا استاذ محظوظ. ايوه صحيح، ده انا كنت هقدم له مشروع صغير. اللي قول، ايه رايك في المشروع ده يا استاذ؟ اقدم ولا تخف. ساقف. شعاع، قريت الحظ كويس لتكون غلطان. اقدم ولا تخف. حاضر، سأقدم. بس تعال نبي نبي يا بابا. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا مين. مليون اهلا وسهلا. ايوه مبسوط مني يا بابا. اخرس انت. خرست يا بابا. ايوه بس اصل كنت جاي اعرفك بالانسه ابتسام. انكتب انت. انكتمت يا بابا. لا مؤاخذه يا مازيل، اصلا شديد معاه علشان عايزه يطلع راجل زي ابوه. يا ابتسام الدهر، يا ابتسام الفن، يا ابتسام الياسمين. انا سمعت صوتك في الراديو، صوتك الجميل ده في الراديو. اتجننت، اتهوست، قلت لازم الصوت ده اشتغل معايا هنا في التياترو. ادينا اهو معاك. انتي مضيتي كونتراتو؟ ايوه. ايوه كونتراتو. ايوه كونتراتو يا بابا، ما اصل كونتراتو اللي تيكاتو كونتراتو. ما عجبهاش الاتفاق. ما عجبهاش الاتفاق؟
طلباتك ايه؟ عايزه ايه؟ عايزه اخلصي خرس. عايزه اروح لامي لحسن تتخض عليك. عايزه تتخض عليك ايه؟ مش تستني لما بابا يسمعك. ما هو سمعني في الراديو. اما انا صحيح يا بابا في منتهى الانغفاء. انسديت. انا عايز اسمعك وجها لوجه، اذنا لفم، ولما حتدخلي مزاج اذني كل طلباتك مقبوله. اسمعي يا ستي، اعملي معروف غني له اي حاجه خلينا نخلص. يلا استعدي. الجماهير تملى البناور والكل يقول يا هنيالك. خد بالك مني مني، خد بالك مني. جاية تشغلني مغنية شبكتني عينيك العسلية. جاية تشغلني مغنية شبكتني عينيك العسلية. يا ابو شعر جميل ناعم وطويل، وقتلنا بحسنك وجمالك وجمالك. خد بالك مني مني، خد بالك مني. عجبتيني، ده انت صوتك احسن كتير.
كتير من الراديو. ده انتحاء اتفاقي قضية على الإذاعة. طب عال على كده بقى بابا تعمل لها كنترات على بياض. انسد انت. انسد انت. بس انا كنت هقولك على سر خطير جدا. انكتم. انكتم. انا هخلي اسمك على كل لسان. في كل مجلة. في كل جريدة. المطربة ابتسام. الكروانة. سيدي المدير الخطير. حسب طلبكم فقد احضرنا الآنسة ابتسام. الآن دخولا. يخرب بيتك روحنا في داهيه. يلا بينا زواغين. بقى دي الانسه ابتسام. ده انت الانسه اصوات. ده انت الانسه عياط. ده انت جايب افندي ملبسه ست. ايه ده يا استاذ نبوت الغفير؟ الانسه ابتسام اللي سمعتها في الراديو. هو معقول ان انا اسيب البلبل ده واتفق مع البعبع ده؟ الله هو فين البلبل ده؟ البلبل ده طيران وراه. طيران وراه. الحمد لله نفدنا بجلدينا. ما هو انت السبب. لو ما كنتش رشيت ابوك ما كانش جرالنا كل ده. ايوه ستة انا اصلا كنت عاوز انقذ نفسي ثانيا واخليك انت تستفادي اولا. افندم. ايوه ادينا كوبايتين ميه ساعة. كوبايتين ايه؟ ايوه وحطينا عليهم حتتين تلك. ميه ايه انا جعانة. ايوه جعانة اصلا هنا مفيش اكل. في كل حاجة يا فندم. في كباب في فراخ في حمام. ايوه يا ابني في حد سألك؟ انا عايزة اكل حمام وننام. طيب عندكوا حمام ماركة ايه؟ ماركة فورد يا فندم. موديل كام؟ 52. انت يا جدع انت بتهزر معايا. يا اخي اهو كله حمام. هات لنا 2 حمام مشوي. حاضر يا فندم. شوكولاتة. شوكليت. 3 ايام ما بعتش ولا باكل. يا سيدي خليهم 4. يا ستة هاني وحيات ابوك ساعديني. خدي عن اذنك بس اما اقوم اتكلم في الشوكولاتة. اقصد في التليفون. كمان الباكو ده يا ستة هاني والله الله يخليك. طب ما اشترينا وخلاص. مساعدة للاولاد الصغيرين. ايوة انا عاوز شعاع افندي من فضلك. ايه حضرتك اعمى؟ هي الاشعة المنبعثة من شعاع افندي ما زغللتش عينيك وانت بتتكلم في التليفون؟ انا شعاع. انا محظوظ يا شعاع. محظوظ؟ اضبط. انت فين يا شيخ؟ ده احنا لفينا عليك البلد. خلينا في المهم دلوقت. الحقنا اوام والنبي يا شعاع احسن هروح في داهية. ايه؟ عاوز منك ولو 3 جنيه بس. يا للغباء المركب. 3 جنيه؟ طب اطلب 3 مليم. المهم دلوقتي انت فين؟ ايه؟ فين؟ اهو ده المهم. اعمل معروف ما تكسفنيش قدام المضموزين. الو الو. وبتقفل السكة في وشي كمان. اعمل يا رب بس. تعالي من فضلك. ماما 3 تعريفة. طيب خد من الجرسون نص فرنك تعريفة علشانك. اديله 20 قرش. ايه 20 قرش؟ اقصد 20 قرش بس. طب يا ابني خدهم من الجرسون وخليه يضيفهم على الحساب. ربنا يخليك يا سعادة. ميرسي ميرسي. الله ايه ما بتفلش ليه؟ بتفكر في ايه؟ بفكر في الاكلة اللي التانية اللي حاكلها دلوقتي. انت معزوم؟ ايوه. فين؟ في الكراكون. في ايه؟ والله يا خواجة يظهر ان وقعنا في الجبل نصاب ومعاه واحدة ست. هما فين؟ اهم وخايف يهربوا مني وانا باخدهم. اسمع وانت تسويش اللي في الباب علشان يخلي باله منه. حاضر. يلا قوم. مالك؟ والله عاوز اطلب منك طلب بسيط بس مكسوب منك قوي. عيب مش وقت. مش وقته ازاي؟ ده وقته ونص. وبعدين معاك الناس تشوف. يا ستي ما يشوفونا هو احنا بنسرق. اختشوا امال. وبعدين معاك. وبعدين معايا ايه؟ ما انا لما اخد منك احسن ما اخد من حد غريب. لا ده انت زودتها خالص. عايز تبوسني قدام الناس؟ ابوسك؟ لا ده انت حضرتك غلطانه. امال عايز ايه؟ عاوز بس ادفع الحساب علشان اتضح ان انا معيش ولا مليم. وانا معيش ولا مليم. خلاص يبقى مبروك علينا حنبات في المحافظة. اهم يا شويش طب سيبهم علي. اه يا مطاريني. انا عيني اليمين بترس وانا جدتي كلها بترس. شايف النجوغ العبقرية؟
أهم حضر القنطرات. يسلم لمخك محظوظ ويا ده الخير هجم علينا من كل حتة. يلا بينا نزوق. عندك يا نصاب يا عوام التوغية تجروك وتاكلوا حمام الناس وتهجروا. أبدا وحياتك يا سويس. لا والنبي دي عهد عندنا بعد الأكل بنجري علشان قول لي إيه الحكاية. لا والنبي خدنا وياك الكراكون. كراكون إيه الحكاية يا سويس؟ قول له يا خواجة الحكاية بسيطة. ثلاثة تغيبة تليفون 20 إرس ناتية 60 إرس خمام بس كده. اتفضل ادي جنيه ده ابني. ده ابنك براءة مع الافراج. استأنف استأنف خد وياك والنبي نوبك سواه. يا رب بلاش جنان حد يروح السجن برجليه. تعرف مساجي يا بابا ده كيف. لو تعرف حظك هذا الاسبوع. لا خليه علشانك تعمل معروف. خدني البوليس الله ينجح لك المقار. سيب لها شغالة يلا يا امر. الله يلا يا امر. تعالي 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 يا بلبل انتي. اما انت انا بلبلي يا بابا. ما بلبلش ولا حاجة. ايه انت فاهم؟ ايوه المرة دي سماح يا وش التهم. مرة تانية تلعب قمار. ايوه بموتك. الله يخليك. هطردك من عندي. ايوه هتبرى منك. ايوه هحرمك من الميراث. الله يخليك يا بابا. تعرف انك انت احسن بابا في الدنيا. خرست يا بابا خرست. تعالي يا حلوة انتي. تعالي انضيلي هنا بايدك الحلوة دي. خدي. ايوه هنا يا روحي على الحب الجميل. يا سلام. ايه محظوظ. ايه انا مش مصدق ان الدنيا هتضحك لنا بعد كده. ازاي يا سلام. اما انت كريم يا رب. يا thank you.
الأرض حرة وجيش يحمي عالمها الأخضر. الله أكبر الله أكبر الله السامعات السامعون. في هذه الليلة وفي هذه الساعة نحتفل جميعا بنجاح الاكتشاف الفني العظيم الأنسة آمال. تصفيق. وفي هذه الحفلة التي أقامها الأستاذ محظوظ. تصفيق. وفي هذه الحفلة التي أقامها الأستاذ محظوظ تكريما للأنسة آمال التي حققت جميع الآمال إلى آخره إلى آخره إلى آخره. أيوة. استنى سأطرب مسامعكم بروائع الشعر التي أرسلتها أشعة مخ شعاع. دلوقتي صفقوا جدا. ما هذا النجاح الرائع؟ ما هذا الجمال الفاقع؟ فاقع. آمال آمال أنت مصيبة. آمال آمال أنت مصيبة صار عقلي منها ضائع. تصفيق. يا جلاتي يا جلاتي يا جلاتي لذيذة يا عرق سوسا فاقع. تصفيق. بزيادة يا أستاذ بزيادة. إلا مصيبة دي كمان ده أنت عليك شعر يوكلك الشهد طبعا. لا الضرب. يا سلام. أنا مش مصدق بقى أنا اشتغلت ونجحت وتعمل لي حفلة تكريم. محظوظ. نعم. أنا مش عارف أشكرك إزاي وأنا مش عارف أتكلم معاك إزاي. اتكلم قول اللي أنت عايزه. أيوة بس كنت عاوز أقول لك كلمتين بس أنا مكسوف منك. حساب الحفلة. حساب حفلتي يا شيخ. أمال عايز تقول إيه؟ كنت عاوز أسألك 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 إزاي صحتك؟ صحتي؟ كويسة خالص كتر خيرك. يعني على كده تبقي عاوزة تسمعي مني كلمتين ممكن؟ اتكلم. يا طيب عن اذنك دقيقة واحدة بس انا جاي لك حالا. طيب انت بلغاش بعدك الشعاع. تعال الحقني باشعاعات مخك الذري. ايه انا وشك مصفر كده ليه؟ عينيه ماله؟ مدرخاني كل ما اجي اكلمها ابص الاقي حاجة سحبة لساني لجوه. اعمل معروف عاوز دواء عاوز علاج. يعني قلبك انشرخ. ايوه. وعاوز دواء. والدواء له روشتة. والروشتة عندي انا وعندي انا بس. طب الحقي بيها يا سي بس. ايه ماشي. حظك هذا الاسبوع. حظك هذا الاسبوع تور 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 التور. مغامرات ناجحة في الحب. مبروك. روح كلمها. ايوة بس منين اجيب الكلام الحلو اللي بيقولوه في السينما؟ اصل اخوك ما حبش قبل كده. بسيطة بسيطة. ايه خد. كيف تحب وكيف تحب. صفحة 40 باب النجوة. نجوة نجوة يعني ايه؟ يعني مناجات الحبيب للحبيب. فيه عندك تحت النافذة. ايوه. امام النافذة. وراء النافذة. وفيه من نافذة الى نافذة. يعني ايه نافذة؟ يعني شباك يا جاهل. لا انا عاوز حاجة للبلكون. فيه عندك كل حاجة. يلا ما تضيعش وقت. اقرا صفحة 40 وافهم كويس انما ما تنساش صفحة 40. حاضر. أنا متشكر. ليه؟ اسم الله عليك ما تتخضيش. وفا بتفكري في إيه يا أمورة؟ ما بفكرش في حاجة. لكن أنا بفكر. بتفكر في إيه؟ بفكر فيكي. بفكر في أني أعمل عمل عظيم.
عظيمة تهز البلد هز. كاي يقول تيتي فوتة أتيتي كتا اللي أنا دلوقتي حسيبك تسرحي في خيالك البديع. جاي لكم حالا أديني جيت أهو. أمال أنا افتكرت الكلمتين اللي كنت عاوز أقولهم لك، تحب تسمعيهم؟ حاضر. صفحة 40 40 40 40 40. يا سلام عليكي كده وانت واقفة في نور الشمس. شمس؟ انت اتلطشت في عقلك؟ ايوه صحيح الدنيا ليل، بس انا شايف ان الشمس احسن والكتاب بيقول كده. كتاب؟ ايوه، بس غمض عينيكي وانا هقولك الباقي. اهو حب الشباب في سن الشباب ولا سيما في الاقطار الحرة يمتلئ في وجهك البقع والنمش والقصور والحبوب والدمامل الصغيرة. ايه؟ دمامل؟ ايوه. يا سلام على الغزل. كمل كمل. الله يخليك كتاب دموت ايش يا رب. الله يخليك. وفي هذه الحالة ممنوع الهرش. هرش؟ ايوه. كمل قول. طيب بس غمض عينيك عشان اكمل. اغسلي وجهك جيدا بالماء والصابون، ثم دلكيه بعصير الليمون، وادهنيه بمرهم الزنك قبل النوم. لسه عندك كلام سخيف بايخ تقولهولي؟ هرش ايه وحبوب ايه ودمامل ايه يا اهل؟ ايوه بس الكتاب هو اللي بيقول كده، وخصوصا في صفحة 40. يا اخي جاتك 40 عفريت لما يلهفوك. الله يخليك. انا قلتي ليه؟ طمني. قولي نتيجة الشعاع الذري. يا سلام نتيجته؟ ايوه زي الزت بقى. بذمتك دي مناجاه؟ دي مناجاه من القصر العيني. الله ازاي كده؟ ازاي كده؟ اسمع، انت تمشي من قدام وشي احسن اتربق وشك اكتر ما هو متطربق، فهم؟ ايه ده؟ ده حب الشباب يا جاهل، هذا الكتاب لا ينتسب الي. ضاعت كل امالي، مشيت وربما لن تعود. شت. ايه؟ ما تفكرش، ما تحملش هم، سيبني افكر. خلاص فكر. لقيتها. ايه اللي لقيته؟ الجواز. جواز السفر؟ الكلمة السحرية، المفتاح الذهبي لقلوب العذارى. روح روح كلمها. ربي نشعى عمر واحد. اذا غدا في البروبة. اقدم ولا تخف. خلاص ولا تخف. اتفضل قدام. حيل. مومو محظوظ؟ لا مش محظوظ، انا محروق، انا مخنوق، انا مشنوق، انا مش قادر اعيش من غيرك. اعذريني، انا لاول مره بحب في حياتي. يعني بتحبيني يا محظوظ؟ بحبك انت بس، ده انا بحبك وبحب اللي خلفوكي، وامك وابوكي واخوكي وافوكي وزوكي. امال تحب ترمرمي؟ ارمرم؟ ارمرم يعني ايه؟ يعني تتجوزيني؟ اتجوزك. الحقيني وحياة وعيالتك دبلة الخطوبة هي حلوة. الليلة ايه؟ الا تكاسة. نبون. ايه ايه خير؟ مش قادر اصبر، مش قادر استنى. بس ليه؟ في ايه؟ عم لبست اعمال الدبله. دبله الجواز؟ هم دبله الطلاق يا مغفل. الف مبروك الف مبروك. الله يبارك فيك، بس عاوز اتجوزها بسرعه. معاك حق، لا تؤجل لعمل اليوم الى الغد. ايوه. ناقصك حاجه؟ لا كل حاجه موجوده. عال عال. بس ناقص المهر وتكاليف الفرح بس كده. خش على الخزنه الابويه، ادخل كلم ابوك وفهمه الموقف على حقيقته، وهو يديلك المهر. ده يديني في سناني، ده انا لو موت ما يدينيش حق الكامل. انتظر. ايه؟ حظك هذا الاسبوع ستنزل عليك ثروه مفاجاه. تاني مبروك. ايه؟ ابوك حيموت وحتورث فيه، خش خد قرشين على حساب الميراث. يا جدع انت اتجننت، ده انا لو دخلت انا اللي هتقتل وابويا اللي هيورث فيا. لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة. تشجع. قول لنفسك أنا راجل، أنا شجاع، أنا أسد. وخش. هشوف شرطك المنيلة. أنا راجل بقى، ده معقول يا إخوان؟ أنا شجاع، أنا أسد. وخش. يا ماما الرحمن الرحيم حضتني. بابا ابني انفخك. ايه عايز ايه؟ عاوز فلوس يا بابا. فلوس عشان تلعب امها رزق؟ لا والنبي يا بابا، هو انا وش ذلك؟ وش
وش ذلك وأف ذلك وبطن ذلك وبق ذلك وذلك نفسه. لا وشرفك يا بابا أنا خلاص تبت عن ذلك وهذا وتلك وهذا. ها أنا عاوز الفلوس عشان غرض شريف. غرض شريف؟ أيوة. عايز كم يعني؟ 5 جنيه؟ فوق 10 جنيه؟ فوق إيه هو 20؟ أوه يا بابا فوق أوي 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 ما بس أطلع فوق أوي أوي أوي. عايز ايه؟ نفس ينقطع؟ لا والنبي يا بابا اذا كان نفسك ينقطع بلاش خد اسانسير اطلع لك قديمين تسلمك. مش ممكن كده. تقول لحضرتك انت عايز الفلوس دي علشان ايه؟ طيب يا بابا فيك من يكتم السر؟ في بير. اصل عقبال عندك ايه؟ هتجوز. تتجوز يا ماما؟ ده انا ابصص عينين ابوك. تتجوز ليه؟ علشان ايه؟ ايوه بس بمناسبة ايه؟ كل الناس بتتجوز انما عشان ايه دي محدش عارفها. ما سألتش حضرتك قبل ما تتجوز؟ ايوه. مؤهلاتك ايه؟ أيوة. ايراداتك ايه؟ أيوة. عندك عزبة؟ لا عندي اب. اب؟ وابوك هيصرف عليك وعلى مراتك؟ لا يا بابا انا هصرف على مراتي من مال ابويا بس. انت بلاش ايه ده؟ لا ده جزء بسيط من الثروه اللي هتهبط عليا يخرب بيت. يا رفوخي يا مهبط العبقري. معلش يا استاذ لكن حظك هذا الاسبوع بيقول انها هتجيلك ثروه مفاجاه مش علقه مفاجاه. ايوه بس يا استاذ الراجل اللي منحوس اللي زي حالاتي ده لا يمكن تنزل عليه ثروه مفاجاه. قول بلكونه مفاجاه. معلش انما انا مصمم ومتاكد انها هتنزل عليك ثروه مفاجاه والنهارده بالذات. سيدي محظوظ سيدي محظوظ يا الف نهار ابيض. ايه في ايه يا قوطه؟ قوطه ايه دي قوطه؟ لا دي البت المحروسه اللي بتشتغل عند خالتي. ايه الحلاوه يا سيدي زمانها طلعت خلاص. هي ايه اللي طلعت؟ روح خالتك يروح خالتك. رفضت وودعت وماتت وشبعت موت. يا ساتر يا ساتر يا رب. وعايز الحلاوه على بشرى بقنبله بالشكل ده؟ اتلهي انت ده احسن خبر سمعه في حياته. خالته خدت دورها من العز والنغنغه. الدور عليه هو يتمتع دي مالهاش غير. او النبي تقدري تقولي لحضرتك هيورث ايه؟ هقول لحضرتك هيورث ايه؟ 200 فدان حته واحده. حلو. 3 عمارات في نص البلد وبرطحين. يا سلام صدقت حظك هذا الاسبوع. شفت ازاي نزلت عليك الثروه ترل؟ مستني ايه ما تروح تتمتع؟ يلا يا سيدي سعيده. يا سلام يا مهبط الوحي يا ينبوع العبقريه. انت متاكده انها سوا؟ ايوه. ولما ماتت جثت لها الحراره؟ اهو يا خالتا يا داود. يا خال يا مسكينه قوي يا خال. ربنا ما يحرمنيش منك يا خال. صدقتني طلعت اميره وماتت يا حبيبتي يا ستي. الى رحمه الله يا خال. يا ميتة قوي يا خال. انا متشكر قوي يا خال. ويا وحدة ويا خالتا. نهارك سعيد يا استاذ. نهارك سعيد يا حاضر. حضرت الدكتور اللي كان بيعالج حضرته؟ انا متشكر قوي يا دكتور على المجهود الذي عملته مع التي هي خال. العفو ان شاء الله تكون اتحسنت. ان شاء الله ماتت. ماتت ده صوت خالتك. حرام عليك يا شيخ ما تطولش في وشي. ده هي صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. يحيى العظم وهي رميم. امال ايه اللي روحها فرفارت؟ روحها تنيلت؟ روح يا شيخ الله يخرب بيتك. وانا هعمل لك ايه؟ ده كانت خالتك زي القطط بسبع فروع. محظوظ ابن اختي. ايوه خالتي ازيك دلوقتي؟ الحمد لله اللي جيت. لما سمعت صوتك ردت فيا الروح تاني. يا ريتني ما جيت يا خالتي. يا سلام يا سلام على حظ الحلو. يا سلام على حظي هذا الأسبوع. أهي نزلت عليك. هي إيه يا عم اللي نزلت عليك؟ الثروة المفاجأة والفلوس بين إيديك بقى زي الفاصوليا. قول لي ورثت كام من خالتك؟ اطمن خالتي رجعت في كلامها تاني. اخس ردت فيها الروح؟ يا للبؤس المبيت. والفلوس اللي معاك جبتها منين؟ بتاعت بابا. بابا مبروك حلو. مات ايه جاتك البلا في الفاظك اللي زي الدبش دي؟ الفلوس بتاعت الموظفين عشان نقبطهم بقى. لو خالتي كانت ست مؤدبه وعزلت من الدنيا كنت ورثت فيها واتجوزت امان. هتتجوزها ازاي؟ انا هقول لك على حل مدهش لمعضله الفقر اللي عندك. انت عندك كام؟ 100 جنيه. عال ما تقبطش الموظفين. يعني اختلسهم واتجوز بيهم؟ لا انا حدلك على فكرة جهنمية انما مضمونة 100%. ايه هي؟ نروح كلوب قمار. حلو.
نلعب بالمئة جنيه كويس يبقوا 300 ما شاء الله نرجع 100 جنيه للموظفين ايوه وانت تتجوز بالمئتين حلو ايه رايك في هذه الفكره الجهنميه زي الزفت افرض المساله جت بالمقلوب وبدل مكسب المئتين خسرت المية مش هتخسر ابدا ربحك مضمون حظك هذا الاسبوع بيقول كده انت مش عاوز تتجوز امال امال انا عاوز اتجوزك انت انت مش عاوز تعيش معاها في ظلال الحب امال يعني عاوز اعيش معاها في ظلال الزيزفون انت مش عاوز تعيش معاها في نعيم السعاده المؤبده يا سيدي نعيم السعاده المؤبده الاشغال الشقه المؤبده اه عاوز اعيش معاها وخلاص اذا العب بالمئة جنيه يبقوا 300 ايوه انت متاكد من الكلام ده اقدم ولا تاخر اوكي ساقدم ولا اقف لقيتها انت مش مولود يوم 12 شهر 12 سنة 12 الساعة 12 خلاص العب على 12 بس انت متأكد يا شعاع حظك هذا الاسبوع لا بس بس 100 جنيه نمرة 12 100 جنيه مرة واحدة مرة واحدة اللي قلت لو كسبوا دول يعملوا كام 3600 جنيه عاد طب ده انا اتجوز واخلف وربي عيالي في المرتديه كمان 13 كسبان 13 فرقت بنت مالك 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 الو عاوز مين حضرتك عايز النصاب الحرامي محظوظ محظوظ مش هنا يا بابا ايه امال انت مين يا ابن الارندلي لا. تعرف ان ما كنتش هتيجي ومعاك الفلوس انا هبلغ عنك البوليس ايه ابوك سابقا لا دي مصيبه ملهاش حل يا اخي جاك حل وسطك لا حل ان شاء الله انا فكرت كتير في منبع العبقريه فبلقيت لهاش حل ابدا لا لها حل ابدا اتحداك ابوك السقا مات امنعك لا ما تمنعنيش ولا حاجه خلاص هنبيع عفش البيت ايه هتبيع عفش البيت ايوه اقدم ولا تخف حظي هذا الاسبوع بيقول كده انا كلمتي واحده بريفكس مستعد ادفع لك في شوية الكراكيب دول 140 اهيف انا كلمتي واحدة بريفكس ايوه بس 140 اهيف في شوية الكراكيب دول شوية يا معلم اقول لك خليهم 145 اهيف انا كلمتي واحدة بريفكس طيب بس زودهم شوية اصل خليهم 147 اهيف انا كلمتي واحدة بريفكس لا ما تبيعش ليه هتشتريهم انت استنى ما اشوف حظك هذا الاسبوع اعمل معروف يا شعاع بلاش حكايه حظك هذا الاسبوع يمكن يتصلح لوحده شوف مين على الباب الله نجح لك المقصد النبي يا معلمي تزودهم شويه يا الف نهار ابيض يا الف مبروك خير خالته ماتت ايوه يا الدلعادي عقبال خالته بس انت متاكده ان الوليه دي فرط فيها الفرط خلاص الا متاكده ده انا ماليه ايدي خلاص زنبلك قلبها خرب يا سيدي ايوه سيدي. بس الست دي لما بتسمع حسي زنبلك قلبها بيتزيت وبترد فيها الروح تاني يا ندمت يا سيدي وانا هضحك عليك هغشك خلاص دي ماتت واستوت وطلبت الحنوت طب اعملي معروف يلا بينا عشان ترجع في كلامها تعالى هنا ايه؟ والحلاوه ده انت بالميت بقيت بتاع 500 الف جنيه طب يا ست انا مستعد اديلك 500 جنيه بس معاكي الشيلين دلوقتي ليه يا سيدي عشان نركب بيه الاوتوبيس ولا هنروح الزمالك كعادي يا سلام يا سيدي من عينيا الاثنين أيوة. هقطع لك التذاكر دريم وشارع الله يخليك والموبايل يا استاذ موبايلي ايه اللي هتبيع حالي لا خلاص مش هبيعها ازاي كده لكن ما لكنش ولا حاجه انا اصل كلمتي واحده بالرفيق يلا فيه هنا اللي يا خالتي يا بنتي يا ولدي شوف دي حيلك يا استاذ الله يذكرك البقية في حياتك حياتك هي الباقية اهو كده الشهرة دكتور ولا بلاش حضرتك الحنوتي ايوه يا فندم الله يطمن قلبك وحضرتك عرفتني ازاي عرفتك ازاي من فرنتك الحزيني اتفضل استريح لا هو ده يصح اتفضل انت دي ما شلتكش الارض شيلك على راسك الله راسك لا يا عم الله والغني كفايه عليك خالتي سلام عليكم
في ذمة الله يا خالتي، في الجنة ونعمها يا خوخو. محظوظ 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 وبس، ده انا محظوظ قوي. هو في بعد كده في الدنيا حظ؟ ابتدي الشغله دي. يا اخويا ابتدي، تعالى شيلني. انا كلمتي واحده بريفيكس. انا اكتر من 97 اهية. يا نهار اسود، 97 اهية؟ ده انت من ساعه دافع فيهم 147 اهية. السوق نزل. نزل ينزل 50 جنيه في ساعه؟ ما انت نزلت وسبتني من ساعه. ولا يهمك. ايه؟ بيعهم لغيره. لغيره؟ محدش من بقيه التجار يستجرأ يشتريهم بعد مني. سلام عليك. الله معلم، ما تزعلش، كلام اخد وعطى. 97 اهية. طيب بقى خليهم 100، انا معذور في 100. انا حاطط قطم رقبتي علشان 100. 100 وانا مغفل؟ انا مش هدفع اكتر من 99 اهية بلاش 97. انا كلمتي واحدة بريفيكس. ما هو بقى هنا هو يعني تخسر البيع علشان جنيه؟ ادفع المية ويعوض عليك ربنا. علشان خاطرك انت بس انا هخليهم 99 اهية و80 قرش، وعليا الطلاق بالتلاتة من نسواني الاربعة. ما انا دافع بعد كده ولا نكلة. ايوه لكن ما لكنش، انا حلفت بالطلاق وخلاص. يا سيدي ما انت حلفانك زي كلامك بريفيكس. 99 جنيه و80 قرش تاخدهم ولا لا؟ ما تمشيش، اخدهم يا عم. مين؟ انت فاكر ان ابوك هيقبل ال 100 جنيه ناقصين ريال واحد؟ يا اخي هو هو. يا شعر ما تدققش، ما انا هاخده منك. ده حاجه بسيطه يا فندم. اتفضل اتفضل. يا نهار اسود معلم. تشتري الورقه دي. ورقه ايه؟ ورقه يا نصيب بريال. ما بلعبوش. ما عشان خاطر العبوا والنبي الله يخليك احسن. انا هعتلك في الشيالين اول ما يفضوا. معلش طب ومعاهم الريال وخد الورقه اهي. الله يخليك. اقول لك خليها تصرى بتصرى زي بعض. هذا الريال راس. الله يخليك. سلام عليكم. عليكم السلام يا معلم. ويا عم محفوظ افندي، يا محفوظ افندي. إيه؟ البيت اتعتلت فيك. مبروك يا قلب نهار ابيض. ده انت مولود ليله الجد. لا يا اخي، ده انا مولود ليله زوحه. الف ليله من اعز ليالي انشيل اللي زي الزفت. الورقه ده ورقه اللوتريه اللي اشتريتها منا ولد عشيه، كسبت 5000 جنيه وكسور. يا شيخ ايه بتقول؟ ايه 5000 جنيه وكسور؟ يا نهار اسود بالشرف. ايه بالشرف؟ شد حيلك يا شيخ، خليك شديد، ما تسخسخش من الفرح. فرحه انا سخسخ من البؤس، سخسخ من الغلب اللي انا فيه. ورقه لوتريه انا بحتها بريال وناقصه كمان 5000. وهي وبتر ناسك يا فطوس، ضيعت علي الحلاوه. الورق بتاع النهارده يا نصيب. يا نصيب صحيح، كل شيء اسمه نصيب، انما انا ما عنديش نصيب، ما عنديش مكتب. اقعد لعبني. لعبك ايه يا عم؟ انا روح يلا ادينا رايحه. السلام. بوز انفخك، هات الفلوس يا نصاب يا حرامي. خلاص هدي لك الفلوس يا بابا. ما تقولش بابا. خلاص ما تزعلش، هقول لك يا ماما. ولا ماما، اخرس يا دي الحياة. الفلوس يا نصاب يا حرامي. انا مش نصاب، انا مش حرامي، انا مش كذاب، انا مش لاقي الفلوس. اضحك عليا يا واد، اضحك. استغفرني، مثل عليا. وديت الفلوس فين؟ والنبي اتلطشوا. لا يا شيخ. والنبي اتلطشوا يا بابا. بس اخرس، لا انت ابني ولا اعرفك. انا متبرع عنك الى يوم القيامه. انا خلاص مش هتورث مني ولا نص مصدي. اخرج عليك اللعنه. تاني. يا دماغي يا مهبط الوحي والعبقريه. مالك؟ خلاص خسرت ابويا وخسرت كل حاجه وخسرت الجلد والصق. لكن ما خسرتنيش انا. اهو ده اللي كان ناقص علشان يكمل منا جميعه. اطمن، مش ممكن تخسرني. ازاي ده انت اصبحت كل حياتي في الدنيا؟ انا مستعد اخسر الدنيا بحالها طول ما انا كسبانك انت. وانا كمان مستعد اخسر الدنيا بحالها طول ما انا كسبك انت. ايوه بس تكسبي فيا ايه؟ ده انت لو بعديني في سوق كانت وما اجيب لكيش 8 ساعات. اخفى عليك، روح يلا اقطع لنا تذكرتين سينما. سينما؟ انت هتيجي معايا انا السينما؟ وماله فيها ايه؟ انت نسيت انك خطيبه؟ ايوه خطيبك، بس ارجوكي ما تفتيش عليا في البيت. ليه؟ كلمه واحده بريفيكس، اصل البيت مكركب. وماله؟ اوضبه معاك يا ست. توضبي فيه ايه؟ اسمعني،
اصلهم بينفضوه انت مش عاوز نجي عندك في البيت ليه؟ لا انا مش عاوز اتعبك، انا حفوت عليك في البانسيون. اوفوار. لا 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 لا. وتشعشع لا يمني جنيه بس كده. ايوه مرتبي تحت امرك. بس عاوز الجنيه عشان ايه؟ اصلي رايح مع خطيبتي في السيما. رايح السيما اذا مش هتكون في البيت. يعني معقول اقطع تذاكر سيما واتفرج على البيت؟ ده صحيح. خلاص الاخير انا كتا امرتك توست لاستك. قولي من فضلك يا فندم. الاستاذ محزوز هنا. عاوزاه ليه حضرتك؟ عايز اشتغل رقاصه في الفرقه بتاعتكم. حاكم قالوا لي ان هو اللي بيشغل الارتيست. وانت تعرف الاستاذ محزوز قبل كده؟ عمري ما شفته. دلني عليه، هو فين؟ والنبي يا انت مش عارف. والنبي يا انت عجايب. يا للقوام الممشوك. نعم يا دلاب المطبخ. لا فتح عينك، ده انا ضفر بعيد عن شنب. ايه بتقولي ايه؟ انت عاوزه مين؟ الاستاذ محظوظ؟ ايوه يا استاذ منفوخ. ها انا ذا. ايه انت؟ ايوه انا. يا حلاوه يا اختي، اللي يعيش يا ما يشوف. بقى انت الاستاذ محظوظ؟ قلت انا. بعينه ومناخيره كمان. تشرف، ما تاخذنيش، اللي ما يعرفك يجهلك. اي ام سوري. طلباتك؟ شوف يا استاذ، انا رقصه شاطره خالص، ممكن اشتغل في الفرقه بتاعتكم. طبعا طبعا ممكن خالص، بس لازم اعمل لك امتحان عشان احكم على مواهبك الفنيه. انا مستعده للامتحان اهو. لا 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 لا، مش هنا مش هنا، لازم اخدك على لجنه الامتحان. اوكي، رجلي على رجلك ودراعي في دراعي. يلا بينا. معلم بعتنا في العفش. عفش ايه؟ شويه الكراكيب اللي هنا. وانا مالي ما تشيلوه. الله، مالك مبوزك كده ليه؟ لازم شعاع قلبك. من غير ما يقول لي عرفت كل حاجه. معلش. معلش ازاي؟ ايوه، اصل الشيطان شاطر، ضحك عليا خلاني العب من وراك. يا سلام، حاجه كويسه خالص. معلش والنبي سامحيني. ولك عين تقول لي سامحيني؟ بس يعني انا بعمل الحاجات دي كلها ليه الا علشان اتجوزك؟ اخرس يا قليل الادب. ايوه في الحقيقه يعني، بس انا عملت حاجه وحشه لا سمح الله. لا ابدا، هي البت اللي جوه دي حاجه وحشه؟ بت؟ ابدا، حاجه حلوه خالص. الحق عليا انا اللي عرفت، لكن بعد كده مش هتشوف وشي ابدا يا وش القرد. انا قرد اخواتي، راحت انا. الله، انت ايه؟ انا الشمبانزي المتعوب. شفت الاستاذ محزوز من فضلك؟ ايوه شوف. هو فين والنبي يا انت؟ هنا والنبي يا انت. هنا؟ هنا فين؟ هنا هو. هنا هو؟ ايوه. انت تعرفيه قبل كده؟ وايه اللي جابك هنا؟ انا اللي جابني الاستاذ محظوظ. بحسب انا الاستاذ محظوظ. هو في محظوظ في الدنيا غيري انا؟ ايوه. سلام. ايه حبيبتي؟ حبيبي الاستاذ محظوظ. يا اخي حتى يا شعاع بتنسلني عن اسمي. خلاص، دي أول وآخر مرة. إيه؟
مش انت الاستاذ محظوظ؟ لا ده راجل نصاب. طب خلي عنك انت بقى يا استاذ. اتفضل. اه 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 استني بقى. يا حلوة يا مام يا شربة غم ترى لم ترى لم مانيش قبلك مانيش عايزاك يا سم يا دم سلام يا سلام على ده كلام مفيش كده شعر ولا انغام قوليلي كمان انا هيمان وهتثقي فيا عشر ايام قوليلي يا كبة يا شرب الزيت ده انا روميو قتل جوليت يا روميو ثقيل ملكش مثيل يا الفين كيلو دم تقيل مانيش بهواك ولا انا طايقاك مانيش بهواك ولا انا طايقاك وعمري ما فكر فيك يا رسيل محبش غيرك عايزة تقيل اذا السن من شربت ديدتي عشان تتلمي يا سم يا دم ما نشرح عمود سبغة يود في ايدك تبقى شراب الدود هاتيلي سطور هاتيلي وابور يدوسني حكون والنبي مبسوط وبس قوليلي I love you وكل يومين هاور يو احبك ليه يا مجنون بيه وودي روحي جهنم ليه ولا انت ظريف ولا انت خفيف ولا انت ظريف ولا انت خفيف روح اسأل شوف الحب ده ايه ده شيء بالذوق مش بالنفوت ولو تعمل قرد وكتكوت مانيش ههتم يا سم يا دم كفاية خصام وكتر كلام لو انت مفيش عندك اي دم غلط كلام في جبه رخام سلام الله على الاغنام بعرضك سيبني بقى وجود باي سلام الله على الاغنام بعرضك سيبني بقى وجود باي ولما اسيبك اعيش ازاي يا سم يا دم يا حلوه يا ماما يا شربت غم ترم ترلم يا روتي التي هي سابتني يا ان انا الموقع ادنى اقر واعترف باني قد انتحرت هربا من قله بختي وسوء حظي ولا اتهم احدا بقتلي محظوظ الى اللقاء يا اموت يا داوود السوداني يا داوود يا اني الذي سينتحر يا لا بلاش الموتى دي خليها العشناوية انا جبان جدا انا حموت في جلدي سلفا انا احسن طريقة اموت موتى خفيفة يا داود السوداني يا الذي انا ميت يا طيب النبي اما جرب الرصاص اشوفه كويس ولا لا ها انا في عرضك انا في طولك يا انفوشي انت جيت من ايه انا جيت من الشباك من الشباك انت تبقى ايه شوف بقى انت اللي يجي من الشباك يبقى ايه يبقى هوا هو حضرتك تبقى الهوا لا انا اللي رماني الهوا في حي انا مش حرامي امال انت تبقى ايه انا قتل قتله قله الشغل هي اللي هزقتني وخلتني اشتغل حرامي انما انا راجل طول حياتي قتل قتله الله يطمنك ربنا يكفيك شر الفضيحه لو وديتني البوليس بتهمه السرقه مش حاضر ارفع عيني في وسط الرجاله هيعيروني سماح النوبات ما تخافش اتفضل استريح لا خلينا اخرج احسن تبين عليك منفض منفض ايه ده انا معذور فيه ليه عاوز قرشين قرشين ايه يا جدع انت اسمع ما انت تعرف تنشن كويس ايش ده انا اصطاد لك العصفوره في وسط سبع سماعات اهو انت بقى اللي لازمني ليه عاوز اصطاد لك عصافير لا تصطاد واحد ماشي في السكه ماشي فين هو انا
أو كويسة يا جدع أنت. هو أنا مش مال عينك؟ أنا والله عاوز أتقتل يا جدع. بلاش هزار. ما هزار إيه؟ والله العظيم أنا عاوز أتقتل. أنت أنت ولا أنتش داري؟ خلاص الشغل شغل. تحب تموت أنهي موتة؟ أخرج رقبتك على الستين. جاتك البلا في ألفاظك اللي شبهي. لا يا عم أنا عاوز حاجة ألطف من كده. تحب أفشفش لك راسك بالسطور؟ لا حاجة أحسن أحسن. أشق لك بطنك بالمطوة مع شوية تحابيش تخزيق عينيك وكم ضلع مكسرين؟ لا يا عاوز حاجة ما تعورش. كله موجود. خنق شنق سم رصاص. يا حفيظ يا رب ما تعرفش والنبي تشوف لي موتة دمها خفيف وتموتني على غفلة؟ حكيم أنا خواف قوي. ما تخافش عيني الاتنين. ده من العشم برضه. إلا قولي تاخد كام في رقبتي؟ بلاش المرة دي خلينا الحاجة تستاهل. فعلا تستاهل. ليه؟ هو انا رقبتي ما تستاهلش؟ لا قصدي المره دي عندنا. يعني عاوز تقتلني لله في لله؟ كفايه انسانيتك. لا يا عم احسن طريقه نكتب كونترات مع بعض وادي لك العربون عشان يبقى لك نفس للشغل. ماشي كلامك. اديني اللوح. اقف كويس كده. ايوه رم 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 رم. يتعهد الطرف الثاني بقتل الطرف الاول على غفله. فاهم؟ على غفله وبدون ان يشعر وبطريقه مبتكره في بحر اسبوع من تاريخه. الطرف الاول محظوظ. خدي عنه امضي. الطرف الثاني شريب الدم. شريب الدم؟ يخرب بيتك ده انا بحسبك شريب الشاي. ايدك على العربون. معلش ونبي انا معيش دلوقتي عربون. فوت عليا بعد ما تقتلني وانا اديهولك. ادينا المسدس ده تحت حسابه زي بعضه يعني. وايه دي؟ دي دي خمسه ذهب مديها لي امي علشان اعيش. ما بقالهاش لزوم بقى. فعلا انا كنت تحب تقابلني. انا بقعد في خمارة الاسد المفترس بشرب هناك من 6 ل 9 وبتقتل من 9 ل 12. حاجة في بحر اسبوع كل شيء حينتهي. اشوف وشك في القرافة. اشوف وشك في الاخرة. أمام للمنبه 10 أصحابات ولا على إيه بس؟ يعني أنا هروح فين؟ ما ده وجع دماغ. حظك هذا الأسبوع تاني. هو أنت يا ابني ورايا ورايا. ستعيش من العمر أرزله. بلاش كده أنا لسه دافع عرب موت. ستنام على ريش نعام. شوف الناس هو في انعم من كده يا جمال النبي. صباح الخير يا استاذ. صباح الخير يا محمود. محمود والله محمود. قول لي يا محمود ما قريتش اسم النهارده في صفحه الوفيات. ده اتشر عليه. لا يعني شريب الدم ما وصلش ليا. سلامتك يا استاذ. لا مالك؟ ما فيش حاجه محمود. مع السلامه. مع السلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اما نشوف حظك هذا الاسبوع. حظك هذا الاسبوع. حظك هذا الاسبوع. حظك اسود اهو. ده كلام معقول؟ حياتك على كف عفريت هي في الحقيقه على كف شريب الدم. ستنزل عليك المصائب والنوائب. اهلا وسهلا. استعد لها اكثر من كده استعداد. هذا اول مصيبه. صباح الخير. صباح الخير. انت الاستاذ محظوظ لطيف النواعمي؟ ايوه افندم النواعمي. اتفضل معايا على الجسر. يا سلام لاول مره بيصدق معايا حظ هذا الاسبوع. اتفضل. مش هتقفل الباب؟ وهقفله على ايه يعني؟ الحرامي جاي يسرح هيسرح ايه؟ الحيطان. يلا بينا. اتفضل يا فندم اتفضل. لحسن الحظ وجدنا النشال بعد ارتكابه الجريمه. وجدنا معاه محفظتك زي ما هي وفيها عنوانك. ايوه يا فندم. الفلوس تمام. انا متضبط جدا يا حضره الشاكر. عدم المؤاخذه انا اقصد اقول انا متشكر جدا يا حضره الضابط. ربنا ما يقفل لك كراكون ويجعله عامر بحسك. سلام عليكم. يا ماما هطل معايا على الاسم. هو ايه يا اخويا؟ هو النهارده يوم الاقسام؟ مفيش اخواتي واحد مره يقول لي تعالى على الحادي.
عاوز توديني الاسم ليه يا معلم؟ طلع في الموبيليا كرسي براني؟ لا، ذمتك هي اللي طلعت براني. ليه؟ فانت تستطردني يا كلوديا تضحك على شنبات المعلم جنيدي ابو ملة يا عديم الملة. ايوه بس ايه الحكاية؟ الورقة دي بتاعت ثلاث ورقات. مبروك لكسبة البريمو 5000 جنيه وكسوف. ليش دهلزني يا واد؟ بلجني على مين؟ المعلم جنيدي ابو ملة؟ لو ان الريال انت عاوز ترجع لي الورقة لله واشرب ميتها. عاوز تستكفلني وطلتش من الريال في ورقة انسحبت من 13 شهر. اصل دي كان سحبها يا ناير واجلوه لمارس. حلوة دي. اجلوه ليه؟ لتقديم المستندات ولا لاعلان شهود الناس؟ هات الريال. ايوه الورقة دي من حقك انت وانا راجل عندي ذمة واخاف ربنا. بقولك هات الريال. خلاص يعني انت مصمم؟ مصمم وثلاثين مصمم. هات الريال. ما تزوقش ما تزوقش اتفضل هات الريال. خد 25 قرش. ثاني مرة تبقى تضحك على حد غير انا المعلم جنيدي ابو مولة ينتهك عليا. مع السلامة ابو مولة خشب. السعادة يا رب اللي نزل عليا مرة واحدة دي. لكن بعد ايه؟ بعد ما اتخربت مرتا وراحت مني امان. محظوظ. مين؟ امان؟ ايوه يا محظوظ. شو عجاني هو والرقصة بتاعته؟ فهموني على كل حال. انا مش مصدق عينيا. انت لازم مش امان يا حبيبي. هي بعينها فتح. طيب قولي لي انت صباعك لسه فاضي؟ ايوه فاضي اهو. يا ربي ايه السعاده اللي نازله عليا كلها دي مره واحده؟ المحفظه ولقيتها وامال ولقيتها والورقه بتاعت اللي يا نصيب كسبت البريم ومصيبتها بعد ما بعتها. لا يا مغفل، المعلم جابها لي ثاني. ايه وفرحتها 5000 جنيه. ايه 5000؟ الشيك اهو يا حضرتك. 5321 جنيه و48 قرش. انا متشكر قوي. ميرسي خالص. من فضلك صور علشان الجرايد. ايوه الو ما تقوليش كده يا مومو. يا ريتك كنت بتاكلي مجوهرات، كنت عملتلك صينية ألماس بالفور يا حبيبي. هو ديوان يا أستاذ. إيه؟ صورة محظوظ وست أمال في الجرنان كده. رابح الجائزة الأولى مع خطيبته أمال. إزاي يتجوز أمال؟ المهم دلوقتي إن إحنا عرفنا مطرحهم، لازم ست أمال ترجع تشتغل معانا من جديد، عشان زي ما أنت شايف من يوم ما سابتنا ولا رضاني لرفق. بس على الله الاستاذ محظوظ يوافق. يوافق ده لازم يوافق ونص، والا خربت بيته وبيت ابوه كمان. يوافق قال. ابني حبيبي ولد العزيز نجلي اللذيذ، تعال في حضن ابوك يا حبيب ابوك يا روح ابوك. يا بابا انت رضيت عني بعد ما كنت متبري مني؟ انا اتبرى منك؟ ده انت جزء مني، ده انت حتة من بيت الكلاوي. يا بابا الكلام ده انت متأكد انه طالع من قلبك؟ من قلبي؟ ده قلبي هو اللي بيتكلم. ده انا بقول لك الكلام ده من غير ما اعرف انت كسبت البريمو ولا ما كسبتش. صادق يا بابا صادق. على كل حال يا ابني انت وريثي الوحيد، ثروتي هي ثروتك، ما فيش فرق ابدا. على فكرة انت مش كنت طلبت مني انك تتجوز امال؟ ايوه بس حضرتك رفض. رفض؟ قال لك انت فهمت غلط. الا ارفض. انا موافق موافق وبصور. مبروك يا اولادي، مبروك عليك يا عريسك اللقطة. يا سلام، انا النهاردة اسعد بنت في الدنيا. وانا اسعد ولد في الدنيا وضواحيها. معلوم. بابا مش نتجوز الليلة؟ اوي اوي تتجوز. بس على شرط. ايوه. ان امال ترجع تمثل في التياترو زي ما كانت من بكرة. انا موافقة بس على شرط. ايه تاني؟ محظوظ قبل مني. طيب قالك بس مش يرفع الستاره وينزلها. لا يشتغل يمثل. يمثل قوي، ده ممثل معسل قوي. انا اسعد انسان في الدنيا. هاتولي المزاديك، هاتولي العوالم، هاتولي الرقصات. هاتولي الاسعاف. سلامتك. ايه ده؟ البقيه في حياتك شريب الدم. ده شريب الدم. نيموني على السرير، غسلوني بالموارد. الحقني يا بابا. والنبي وصيتكم تدفوا
يدفنوني في تربة صحية. يا سيد أنا حموت خلاص، والنبي يا بابا تجيب لي تربة بأي تمن إن شاء الله تدفع لي في أكل ورق. بعد الشر عليك بالموت يا حبيبي. ومن هو شريب الدم ده؟ ده راجل اتفقت وياه على إنه يموتني على سهو. بتعمل كده ازاي يا مغفل؟ ما اعمل ايه يا بابا؟ ما انا كنت متضايق من الدنيا ومن قرفك. معلش اهرامك بتكينا وراح لحاله. راح لحاله ازاي؟ ده راجل ما يقبلهاش على نفسه، ده راجل عنده كرامه. زمانه دلوقتي تلاقيه واقف لي يا بمتر اليوز يا بقنبله ذريه. اسمع يا ابني، انا عندي مشوار مهم جدا جدا جدا. وين؟ ما عندكش مشوار مهم جدا جدا جدا؟ عندي 60 مشوار، لكن مش هسيب. طب واذا ترجيتك انك تسيبيني؟ مش هسمع كلام. ايوه بس انا اصلي خايف عليك لا يجرى لك حاجه. يجرى للي يجرى. لو مت انت هعيش من غيرك اعمل ايه؟ يا سلام، انا دلوقتي لو مت هموت سعيد، لان عرفت ان ليا قلب في الدنيا يعطف عليا. قلبي يفرح لفرحي ويحزن لحزني. كفاية، ما تعملش كده في روحك يا حبيب. لو اكتب كتاب عليك يمكن ليلة دخلتك يقتلني وتصبحي أرملة. لو خدتك وسافرت ورايا ورايا لحد ما يقتلني ويخلص عليا قبل ما يخلص شهر العسل. هو عنوان شريب الدم عندك؟ وانت عاوزة عنوانه ليه؟ عاوزة تتفقي معاه انت اخرى؟ لا، تاخد له قرشين تدهم له وتلغي العقد. يا سلام، والله فكرة مدهشة. اما روح له حالا. واكره قربك بالقطاعي، كل ما فكر اقول لك جمله تطلع بايخه وملهاش داعي. شوفوا لي جمله، قولوا لي جمله، هاتوا لي جمله، هاتوا لي جمله. شوفوا لها جمله، قولوا لها جمله، هاتوا لها جمله، هاتوا لها جمله. شريب الدم. يا اهلا بالجنتله. ربع كبير
نص وقت طافية. هات يا جدع. لا كتر خيرك من سي او احنا ما بنشربوش. احنا جايين لك في مسألة مهمة خالص. قدامك عاوز اخرشيل لك حد ابدل لك حد مكتوبك قدها وقدوه. لا كتر خيرك احنا جايين علشان الكونترات اللي كتبناها على اللوح. مستعدين ندفع الاتعاب ونلغيه. اخي ومش عيب ترجع في كلامك. كفاية انت مالكش في الطيب نصيب. يا سيدي كتر خيرك. نعوضها لك في رقبة تانية ان شاء الله. لا ما هو بس ايه يا سيدي فلوسي كلها تحت امرك. لا مش الغرض. ما تقول عايز ايه بس اصلي ده خفيف. انا مؤكرم ما انا لما شفته دخل مزاجي حبيت اكرمه. يا سيدي كتر خيرك مالكش دعوه انت. طول بالك انا جاي لك في الكلام. طب ما تجيلي في الموت. انا اتفقت لك مع اكبر قتال قتل اللي اصطاد النمله وهي ماشيه على جبل بيوشي المعلم ابو سطور اللي خارج اول امبارح من اللومان. ما تعرفوش يا سيدي؟ ولا حدش اعرف. لا بالعكس انت لما تعرفه هتحبه قوي. ما يكبر بخاطر حكي. ما انا بعت له الكونترات وخرجت من الشغل. لا طب هو فين والنبي علشان نكلمه؟ مين عارف يمكن هنا مش هنا في بيته مش في بيته. هو خد العده وخرج. طب ويرجع امتى؟ الله يخليك. مين عارف لما يخلص شغله. حكيم ده ما يخرجش ابدا في شغلانه ويرجع لما يخلص. الله يطمنك. والنبي توصفه لنا علشان نبقى نعرفه. ده راجل ما جابتوش ولاده. ساعة ابن بلد ساعة خواجة ساعة بملاية نفسه. واد لكن واد. روح الله يلبش جتتك زي ما خليت جتتي متلبشة. يلا بينا. الباقية في حياتك. حياتك الباقية. الا يا ست هانم العزا هيقتصر على تشييع الجنازة ولا هتعملوا صوان؟ عزا وحيجبوني في عبد الوهاب يقول لي ايها الراقدون. عشان نيجي نعزي. مع السلامة. نورة يا جدع. الساعة كم من فضل؟ الساعة تاخد من مين؟ ابو سطور لابس ملاية يا دهوة. ابو سطور؟ يا خضر يا خضر نسيت المنديل بتاعك. متشكر ابو سطور. نبي انا خايف. ما تخافش انا معاك. معايا انت الاخرى. سيبيني في حالي انا جبان. انا وليا. مين؟ انا شعاع. لا انت ابو سطور. ابو سطور مين؟ افتح. انا شعاع. انا لم لا لا لم ممكن افتح. طيب روح استخبى انت وما اشوف انا مين. ما تخافش علي. انا طول عمري ما خافش عليك بوسيتا. ليه؟ ايه الحكايه؟ عقلك جرى له حاجه؟ مش عارف صديقك شعاع هو فين؟ هناك برضو بالذمه. انت شعاع افندي ولا شعاع ذري؟ اعمل معروف طمني نجح لك المقر. يا اخي انا شعاع. انا شعاع بلحمه وشحمه. طب وايه اللي اثبت لي انك انت شعاع؟ اقول لك ايه بس عشان تصدقني. طيب اسمع انا حستسألك سؤال. اسمع. انت تعرف ان انا كسبت البريمو بتاع اتحاد الجمعيات؟ طبعا عارف. تبقى شعاع. ابو سطور ابو سطور ابو سطور. ما تروح تشوف مين يا شعاع. ايها الجبناء الرعدين انا حفتح الباب. هو انا حابه اوضه النوم. تعرفي انا افضل انك انت اللي تفتحي الباب. ليه بقى؟ اذ ربما تطلع ام سطور فما يصحش ابدا اني استقبل حريم. يا شيخ روح خليك راجل. حروح انما تاكدي اني حموت من الخوف. ابو سطور فين محظوظ؟ ابوس جسمتك. ما تموتش محظوظ ولا تموتنيش انا كمان. انا بقول لك فين محظوظ؟ حاضر فوت النوم. قولي له ان انا مش هنا. لست هنا. طيب بس استخبيت. ليه مني؟ فين محظوظ؟ محظوظ راح مشوار. مشوار؟ مشوار لحد فين؟ لحد بلجيكا. الله تعالى. انت بتستغفلني؟ بتحسبني جحش؟ لا يا اخويا العفو انت اكبر من ذلك. اعمل معروف والنبي ما تموتوش. انا مش خارج من هنا الا اقتل يا مقتول. لا اقتل يا اخويا اقتل. انت مش عايز منه فلوس. هو هيديك اللي انت عايزه. يكفيك 100 جنيه. 100 جنيه؟ 200 جنيه غير الاكل. ها؟ حاضر خد. ايدك ناولني. اهو يا اخويا خد. يخرب بيت حتى الفلوس. يا ماما والنبي ما تجيش هنا تاني يا ابو سطور. ابو سطور مين يا ابو جلامبو؟ ده انا عباس ياسمين مطرب الملايين. عباس ياسمين؟ بقى انت مش ابو سطور. يخرب بيتك. انا مطرب وخالي شغل. انا جاي الاستاذ يا شغلني في التياترو بتاعه
يا شغلني في اللومات. لا اللومات. اما نصاب صحيح. هات الفلوس بخرب بيتك. هاو. ده مع عباس ياسمين نط بالملايين. معانا ريال. معانا ريال. ده مبلغ عال. ده مش بطل. بقى ده مطرب الملايين ده. ده مزعج الملايين. لا هو من جهة مطرب مطرب. بس مطرب من النادي الاهلي. تعالى يا حبيبي. الحمد لله اهو ما طلقش ابو سطر. الحمد لله الذي لم يطلع. خير. خير. كلها ساعتين ثلاثة وروح اتسلم وتودع. هي طولت قوي كده ليه؟ اخطف رجلك قوامك وروح لسيدي محظوظ بشره وانهي لازم معاه وشوف طلباته. انت متأكدة؟ ايوه متأكدة. اوكي. يلا واد. كريم. بونجور. افندم عاوز حاجة؟ الاستاذ محظوظ. نقول له مين يا فندم؟ قول له الحنوتي. اهلا وسهلا. حاضر. اخبر حنوتي؟ الحنوتي. ايه الحنوتي؟ بعبع. ومع ذلك مثلك تطب في ايدينا. اعوذ بالله. فضل الله ولا فلا. قول له انا عاوز بشرة خير. بشرة خير؟ اتفضل بشرها له حضرتك بنفسك. ايه ده؟ اوكي. الى جنة الخلد. الى جنة الخلد. الى جنة الخلد يا صديقي يا محظوظ. جور. هو حضرتك الحنوتي؟ ايوه. كومانسا بقى مدمازيل تربيان. تربيان والله العظيم. يا عيني يا عيني على الحنوتي اللي جاي من مرسيليا. انت حضرتك المرة دي جاي علشان؟ ايوه جاي لحضرتك اشوف طلباتك وريحك. الله يريح قلبك. امان. مش كده يا حضرتك. شد حيلك. كل من عليها فان. ياما التربي يتاوي. اهو النبي. بس المصيبة دي هتحصل النهاردة. النهاردة مية المية. الله يطمينا. بقى مش حرام عليك الوردة الحلوة دي تتقطف قبل اوانها؟ يا ستي هانم كلنا حنموت اما عاجلا او اجلا. لكن انا عايزة يموت اجلا. قول لي بقى حدث على اللي انت عاوزه وطلباتك واللي نفسك فيه عشان اعمل لك الجنازة على مزاجك قوي. يعني خلاص خلاص خلاص. تحب بقى اطلع لك الجنازة بقى بالمزيكا؟ مزيكا وبس؟ دي لازم تكون بخمس مزازيك وتخت واوركستر كمان. درج الفنان. ماشي. تحب نتصل بالاسم عشان عساكر البوليس؟ اسم ايه عم بوليس؟ ايه هي الدفنة هتكون في المحافظة؟ بلاش دي كمان. اتفضل بقى نقي الكفن اللي يعجبك. لا ينقي ابو سطور على كيف. ابو سطور مين؟ ابو سطور اللي بعتك. اللي بعتني؟ اللي بعتتني البنت قوطه. ما استنى هناك لما الست خالتك تطلع روحها. خالتي؟ يخرب بيتك ما تقول كده. من الصبح خليت قلبي وقع في ركبي. ليه ليه ليه؟ لا يا عم روح اعمل معروف لخالتي. روح. انا في خدمتك. لا يا اخويا خليك في خدمة خالتي. اوكي اوكي. ايه الله يخرب بيتك انت. ايه حنوتي بكم؟ تعالى يا حبيبي. الحمد لله الحمد لله نفدنا من ابو سطور. نقو نقو يا ساتر يا رب. الحمد لله وإلا كنا رحنا في داهية. النبي بقى بقى. أبو سطور. أبو سطور. أبو سطور. أبو سطور. النبي شوفي لي الدم نازل من أهل حيث. وريلي ده أنت ما عندكش دم بالمرة. يعني نفت المرة دي من أبو سطور. هو أبو سطور بيضرب رصاص كمان. أمال يعني بيضرب بيانو. طولت يا ليل على مصر ظلامك. والامتى يا ليل حنعيش في آلامك. شكواها رددها الكون ومعاها 20 مليون. انت مين جاي لمين؟ انا ابن مصر وجاي ارفع مظلمة عن الفساد اللي ارض البلاد. دلوني فين يا اخواتي باب المحكمة. ادخل لكم واحكي على الظلم اللي زاد. يا مصر فندي بتشكي ليه فرفش ودكات الهنا صهين وتبقى المصر بيت وبلاش كلام هنا وهنا. يا شياطين الحضور جالك واحد مستقيم اذكروه خلوه يبور واقلبوه شيطان رجيم.
اشكال والوان. ادخلوا يا بنات اهجموا يا حسان. ادخلوا يا بنات يا بنات يا بنات. انا مش فاضي للشيكابيكا. ديكا 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 على المزيكا. صمبا ورمبا خش يا ويكا. يا اخي نحشهم ولا كرشهم لحسن اخرب بيت ابيكا. ديكا 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 على المزيكا. صمبا ورمبا خش يا ويكا. مالي ومالكو يا جنس شيطاني. انا رايح ادخل من باب تاني. انا رايح ادخل من باب تاني. عفريت نص الليل اسمي المستر كوكتيل. انا في الخدمة يا مومبي. تعالوا شوفوا يشرب ايه. رن كذا شوية كذا ليه بتقلل يا دي. حاشا حاشا والف حاشا. عمري ما اشرب خمرة عمري. لو تكون دواء للوحاشة او تخلي لوني خمري. مستحيل اشربها برضو وانسى ربي وانسى فرضو. رن كاسك ويا كاسي. رن وحدك اه يا قاسي. مهلي ومالكو يا جنسي شيطاني. انا رايح ادخل من باب تاني. انا رايح ادخل من باب تاني. انا شيطاني البوكر اسمي المستر جوكر. راح افرق لك وابعزق لك من روما ومن طوكر. كاتري بام وكاره دام ويا لا تكسب خش اوام. لا كاره دام ولا فول اس. انا لا مرتي ولا هلاس. كاتري بام نو مدام. اضحك والعب يمكن تكسب. ليه هنروح ليه هتنام. انت وهي وش قدية. حتى فلوسكم تبقى حرام. حتى فلوسكم تبقى حرام. يا ربي يا جبار يا خالق الملكوت يا اللي سقانا العارس إيكاسات الموت. أنا دعيت ويا بشرتيني بالانصاف والنصر. انت مين دليني. انا بلدك انا مصر. خلاص اتحررت والأمة قالت كلها. والأمة قالت كلها. عاش للوطن جيش الوطن. عاش للوطن جيش الوطن. عاش للوطن جيش الوطن. بهمة الجيش العظيم راح وانتهى عهد الفساد. راح وانتهى عهد الفساد. ما بقاش خلاص ذل وجحيم. نصرك هيبقى في ازدياد. نصرك هيبقى في ازدياد. عاش للوطن جيش الوطن. عاش للوطن جيش الوطن. عاش للوطن جيش الوطن. شايف النجاح بابن حبيبي. انت عظيم. انت مذهل. برافو. تعال بحبي الايد. اطمئن اطمئن. انا مبسوط. شعورك ايه بعد النجاح؟ أيوة. انا كنت في منتهى الفرح. في منتهى السعادة. انا في منتهى الخوف. ابو صدوق. ابو صدوق. ابو صدوق. ابو سطور. ابو سطور. سطور ابو. ابو سطور.
خير يا دكتور؟ دلوقتي مفيش خوف، لكن إذا استمرت الحمى يا على الحالة اللي هو فيها دي، في خوف تزيد عليه الصدمة العصبية ويفقد أعصابه، وربما يصاب بهستيريا أو المناكوليا. من؟ مناكوليا يعني إيه؟ زي ما بيقولوا بالبلدي مناخوليا، نوع من أنواع الجنان. مظبوط كده. إيه؟ اسمع. أيوة. أنت عندك عنوان شريب الدم؟ طبعاً. تعال معاك. حاضر. أنا أوصفهولك. تعال معاي. أوصفهولك. شوفولي جملة، قولولي جملة، هاتولي جملة، هاتولي جملة. شوفولي جملة، قولولي جملة، هاتولي جملة، هاتولي جملة. المعلم أبو سطور موجود؟ موجود، تفضل. تعال. منورك سم يا ياني. يا ست. من فضلك، أنت عاوز بنورة السم على سلف السم مين؟ أسم نفسي. يا ساتر، وليه بس خسارة؟ لازم أموت بعد كل اللي حصل لي. شرفي تاني يا عالم. شرفي يا ناس. اسم الله على شرفك المطال الرفيع. أبو سطور. أبو سطور اللي بيصطاد 100 برصاصة واحدة. أيوة أبو سطور. اللي بينشن على الطيارات في السماء. أيوة أيوة. ما يقدرش على واد محفوظ. لا يقدر، ما يقدرش إزاي. ما يقدرش إزاي، بس الواد المحفوظ ده يبقى مين من فضلك؟ أيوة. واد محظوظ. ها؟ وهو محظوظ. وأبوه محظوظ. الله، ده أنا، ده أنا أبوه. بتقول إيه؟ لا لا لا، مش أبوه، مش أبوه، هو أبويا، هو يعني هو ابني، هو ابني. أنا مستعد أدفع لك يا معلم أي مبلغ تطلبه وبلاش تقتله. وكمان عاوز ترشيني؟ دي رشوة تنسجن عليها. ابنك مستحيل أعتقه. دي حاجة تمس كرامتي وتوسخ اسمي. إلا ما عرفش أقتله ده كمان. يا سيدي، واحد وفلت من إيدك مش حاجة. هيخسر اسمك في إيه؟ مش ممكن أتغلب. البوليس يا بشدور، البوليس. يلا البوكس يا أستاذ. خايف على اسمك؟ أدي أنت هتبات في الاسم. يلا بينا، يلا على البوكس. أوه. أبو سطور، أبو سطور، أبو سطور، أبو سطور، أبو سطور، سطور أب، إنا أبو سطور، أبو سطور، أبو سطور. أنا أهوي، أنت أهوي. بعمل ايه؟ عاوز اخلص من العذاب اللي انا فيه. عاوز اقتل نفسي بايدي مرة واحدة بدل ما يقتلني ابو سطور قطاعي. اخسى عليك بقى، عايز تموت وتسيبني لمين؟ اه والنبي، صح، حسيبك لمين؟ اخسى عليا وعلى مغفلين. تعال يا حبيبي، اهدى، تعال. سأهدى، كنت عاوز ارتاح. لا لا لا، تفضل. تفضل يا استاذ. يا اهلا وسهلا. مين؟ لا، هذا أبو سطور. أبو سطور مين؟ أبو سطور خلاص، أبو سطور قبض عليه البوليس. ده المأذون. لا، ده أبو سطور ولابس مأذون. ما تخافش يا حبيبي، ده مأذون بالصحيح، صدقني. صدقها صدقها، حظك هذا الأسبوع. لا لا لا، خلي حظك هذا الأسبوع علشان فاميليك. طيب صدقني أنا، ده المأذون أنا جايبه هنا علشان يكتب كتابك على أمان. والنبي يا بابا صحيح. تعال يا حبيبي، تعال يا محظوظ. محظوظ بس؟ ده أنا محظوظ من يوم ما شفت، من يوم ما عرفت، من يوم ما خطبت. محظوظ جدا علشان هتجوزني، أعطيني قبلة. لا، ومروحوا بقى علشان أنا إشي.